أكيد سالي، تاريخ الزبداني موغل بالقدم ويترافق مع تاريخ مدينة دمشق. استوطن الإنسان بهي المنطقة من الأرض لكثرة خيراتها ووفرة مياهها، وبيعتقد أنه سكان القدامى كانوا يعودون في وصولهم إلى سكان مدينة دمشق وبعلبك والأماكن المجاورة. وللحديث عن تاريخ منطقة الزبداني بصيرنا يكون معنا بصباحنا لليوم الدكتورة في علم الآثار السيدة روضة الأيوبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير اللي عم يسمعونا، وصباح الخير اللي عم يشوفونا، وبحب أقول أنا كمان صباح الخير للسيد القائد الرئيس بشار الأسد، بقول له صباح الخير وسوريا بألف خير إن شاء الله. يسعد صباحك وصباحك وصل إن شاء الله عبر شاشتنا الصغيرة شاشة الأخبارية. قبل ما نحكي عن الشغلات الحلوة اللي جايبتيها معنا، يعني خلينا نتعرف عن منطقة الزبداني، عن تاريخها، عن عراقتها، من أقدم المصايف تعتبر. كنا ست حبيبة قلبي، الزبداني مدينة تاريخية عريقة. أول ما سكن الزبداني سكن الآراميون، الزبداني بلدة آرامية، بتعني من زبد إيل يعني لب الخير العطاء. وفي قرى آرامية كثيرة، من القرى الآرامية عندنا الكبري، عندنا آدوبة، الشحيرة، في عندنا قنوة، قنوة بنبع بردة بتعني معناتها القصب. الآراميين هم اللي سكنوا الزبداني، وفي كان مفردات آرامية يتداولها أهالي الزبداني حتى اليوم. وبعد ذلك بعد الآراميين أتى إلى الزبداني الفرس، والفرس كمان سكنوا الزبداني. بعد الفرس أتوا اليونان، اليونان كان عندنا إله، الإله هو الزبد إيل مثل الآراميين، وكان في قلعة بالزبداني اسمها قلعة الكوكو. قبل ما تكون قلعة الكوكو معبد، كانت معبد آرامي تاريخيا، كانت معبد آرامي من إله الزبد إيل أي لب الخير. فعندما أتى اليونان فكان عندهم إله اسمه زباد، زباد نفس الآراميين، فهذا كمان يعني الخير والعطاء عند اليونان. وقلعة ومعبد الكوكو في الجبل الغربي من الزبداني. حلو. وبعد ذلك توافد عدة أقوام إلى الزبداني. بعد اليونان أتى الرومان، الرومان سكنوا في الزبداني وتداولوا كثير من المعبودات. في عنا الإله بعل، آلهة إله الخير والعطاء، آلهة الخصب. فالعرب سمي كان عند إله بعل عند العرب، وكانت الزوجة عن زوجة تقول بعلي بعلي نسبة من هون اجت ايوه من هون اجت التسمية نسبة للإله بعل. وبعد ذلك أتى العرب المسلمون عندما فتحوا الزبداني. نعم. عند ميسلون ذهب ضحيتها عديد من الشهداء المسلمين، فسميت عين منسون لكثرة الشهداء التي توفيت في ميسلون. وبعد ذلك فتحت الزبداني وتوافدت بعد ذلك الأقوام عليها. وهو حديث مطول. نعم. عندما يعني نحن هيك أخذنا لمحة صغيرة. إيه؟ دكتورة روضة، إيه؟ خلينا نحكي اليوم كمان عن يعني الشيء اللي اشتهرت في منطقة الزبداني بالتراث الشعبي. يعني شايفين حضرتك جايبة معك، إيه؟ خليني أقول يمكن منتجات أو شيء يمكن اشتهروا فيه السيدات. إيه؟ نحكي أكثر عن شيء تراث الشعبي. إيه؟ المرأة الزبدانية، المرأة الزبدانية المرأة عريقة، وبفتخر بالمرأة الزبدانية. أنا المرأة الزبدانية من زمان كانت ربة منزل، وكانت تساعد زوجها بالبستان، وكانت في الحقول والبساتين. بالإضافة إلى ذلك فكانت في المساء كانت تحب التطريز والخياطة. فهذه من المعروضات التي كانت المرأة الزبدانية، هذه يقال لها العنتاب. العنتاب كانت المرأة الزبدانية في المساء تجلس وتحيك هذا التطريز الجميل. بالإضافة إلى ذلك كانت بالأعراس المرأة الزبدانية عندما تخطب فكانت تصنع لها جهازا، الجهاز اللي تصنعه هو من هؤلاء. هذا هو ركاية مثل ما بيقولوا أو تكاية عندنا. إيه؟ منه وعندكم منه يعني. ركاية. إيه؟ إيه؟ فكانت تصنعها بنفسها. كانت السيدات الكبار للعمر هذه هي العصبة. إيه؟ هذا هو الغطاء، هذا غطاء للنساء الكبيرات في العمر. أما النساء الصغيرات في العمر فكانوا انظري فكانوا التطريز، التطريز على الغطاء، واضح التطريز الجميل. إيه؟ اللي هو متواجد. إيه؟ وايضا يمكن هي مخده للبيبي. يعني إيه؟ مخده للبيبي او للصمد كان. يعني جهاز العروس
عندما تخرج العروس إلى بيت زوجها فكانت تصنع هذا. بالإضافة إلى المرأة الزبدانية خاصة للفتيات من عمر 15 ل16، فكانت عندما تذهب إلى الحقول وخاصة أيام الربيع فكانت تلبس هذه العصبة، وفوق العصبة هذا غطاء الرأس. هذا بينحط على الرأس؟ على الرأس، إيه على الرأس، وتذهب به إلى الحقول. بالإضافة يعني إلى يعني مثل ما بيقولوا كانت تغاوي الشباب، يعني انه بجمالها بفتنتها ايه في ذلك الوقت. فايه وهذا صنع يدها، هذا التطريز الجميل. ولا ننسى يعني كيف كان ينحط هيك؟ ايوه بحطي هيك هيك. عن جد حلو. ايه عن جد بلله. ايوه اذا بتتذكر. ايوه اجي لورا؟ الى ورا. خلينا نربطهم ونورجي مشاهدينا كيف بينحط. يعني هذا من تراث، هذا من تراث الزبدانية. عن جد حلو حتى هدول التطريزات. لا بقلك. عن جد؟ لا بقلك. كثير حلو عليك. كثير 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 حلو. يعني لكل حدا بده يتعرف انه كيف كانت الصبايا تروح كانت تلبسه وتطلع على الحقول. عن جد حلو. بتتذكروا فيروز بياع الخواتم ايام الربيع، فكانت الفتيات عمر 15 سنه 16 سنه يلبسوا العصبة والغطاء وللحقول، فكانت تتقي الحالة يعني على الشاب انه يعني هيك، فكانوا يلبسوا هالشيء هذا، فكان نوع من التطريز الجميل. وكمان هذا للفتيات الصغيرات، اما النساء الكبيرات في العمر فكان عندنا هي من التراث الاصيل الاصيل الاصيل. هي الملاية الزبدانية. ملاية زبدانية بس خليها لحتى يقدر المصور ياخذها. بس خليها مفروضة لو سمحتي. هي ملاية زبدانية كانت للنساء الكبار بالعمر. فنحن هلا النساء بنلبس مانتو بنلبس، فكان بالاول السركس مثل ما بيقولوا السركس والغطاء والعصبه، وايام الشتاء والبرد كانت تحطها على راسها، خصوصا لانه صيف شتاء والزبداني وبلدان برد، فبده شيء الواحد دائما كانت تحطها هي على راسها وتخرج فيها بقى الى الحقول الى الزيارات الى الاسواق لكي تتسوق. كما في منا عدة أنواع، ولا يعني في منا لون كحلي، يعني إلى عدة أنواع، ولكن هذا النوع هذا هو النوع المتداول. شو القماش اللي كانت تنعمل منه؟ هذا النوع هذا نوع من الحرير، نوع من أنواع الحرير. لاحظي سيدتي كل بلد إلى الزي، دارية زي غير الزبداني، يعني بالزبداني مشهورة بهذا الزي. طبعا هذا بالنسبة لمين؟ للنساء والفتيات. يعني عم نشوف يمكن سلمى شغلات كثير مميزه. هي هون جهاز العروس. خلي سلمى بس بلكي بتعرض لنا اياه اكثر لانه ما في جهاز العروس. هاي مخده زبدانيه. هي جهاز العروس. هي من جهاز العروس. من جهاز العروس كان حتى هذا تطريز. من جهاز العروس كان يطالعوا مخدات. مخدات. مخدات مثلا ست مخدات صغار، ست مخدات كبار، كان يطالعون ويصمدون على الخزن. انه هذا من جهاز العروس. جهاز العروس يعني كان يطلع، وجهاز العروس خصيصا لازم يكون من ايد العروس. هي لازم تشتغل تتعلم التطريز. بدها تتعلمه. كانت صعبه الامور بس كانت حلوه في دورات تطريز. بالاضافه فكان جهاز العروس هلا جاهز ما خلى على قلب حدا شيء. ما خلى شيء. كان جهاز العروس بالبقج. البقج المطرزة او بالصناديق. ايوه بالصناديق. هي نوع من انواع البقج يلي كانت العروسه تحط فيها جهازها. يعني يمكن سلمى قالت هالصناعه ما خلت شيء لحدا، ولكن عن جد بس تشوفي اليدوي والتراث غير غير. عن جد غير. من الصنع الجميل ايضا هدول ببيوتنا كلها كانت كمان تقعد وتشتغل وتصمدهم مثل ما بقول بغرفه الضيوف وبغرفه القعده على الفترينه. تحط فيهم ملبس. ايوه تحط فيهم ملبس الى اخره. طبعا بالاضافه كمان الاكلات الزبدانيه القديمه لا زالت متداوله الى الان. اشهر الاكلات القديمه اللي كانت في الزبداني فكانوا مثل ما بيقولوا لها تطماجي مثل ما بيقولوا. شو هي؟ الحمص والعجين والكشك والى اخره، فكانت هي يطبخوها وكانت متداوله في الشتاء ايام البرد القارس، فكانوا بيطبخوها وبيقعدوا امام المواقد ويتناولوها تعطيهم الدفء شتاء. يعني في ايام البرد القارس والثلج والشتاء فكانوا يقعدوا. وكانت سيده الزبداني كانت مشهوره بالبونه، الزبداني منطقه بارده
فلذلك كانت تحفظ. أيوة تحفظ، كانت من كشك، من هذا الكشك، من الأكلات الشتوية القديمة. نعم. فكانت هي تقوم بسمعها. كمان في نقطة بدي أحب موهيك عليها، هي الفلكلور، من فلكلور الزبداني. الزبداني عريقة بالقدام. فأحد المرات بلودان، فندق بلودان الكبير، لا ننسى بلودان كمان، بلودان هي منطقة عريقة. أوتيل بلودان الكبير من سنة 48. نعم، نعم. يعني من سنة دكتورة عم تحكي عن مناطق جدا جميلة سلمى، يعني وتفاصيلها رائعة، ونحن بنتذكرها كنا صغار نروح عليها. صح سالي. يمكن يوم الجمعة ارتبط في كل اللي عايشين بالشام بالعموم، وخصوصا بالصيف بالزبداني وبلودان. يعني بدنا نشكرك لوجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة والحلوة، هيك رجعتينا للتراث. حابين ناخذ وقت اكثر، ولكن نحن كثير بنعتذر منك عن ضيق الوقت، حيكون لنا وقفات ثانيه لنحكي بشكل مفصل وموسع معك، حديث لا يمل، حديثك جميل جدا.